انتم بحكم ان كتخدموا هذا الشيء فيها تلقاو اتصالات وهذه تشوفوا حوايج جداد اللي تقدر تخرج مع الحجر الصحي، غير لصحه نفسيه سليمه في هذا رمضان ولا الحجر الصحي الرمضاني، شنو النصائح اللي كتقدموا استاذ؟ اولا ما نحضيو مع الناس، نحاولوا نلزموا راسنا على اننا ما يكونش واحد التغيير جذري في الاوقات ديالنا ديال الناس، في الاوقات ديالنا ديال الفياق، على اننا تبقى عندنا واحد لا ديسيبلين، واحد ليجيان دو في من الناس، من ماكله، من حركه، من اللي عنده شي خدمه. راه ماشي حيت الحجر الصحي ورمضان على انه غير يمكن نبقى نخلي الملفات يتراكم نهار مورا نهار. لازم على اننا نبقاو في الارتباطات ديالنا باش تبقى واحد الاثاره اجتماعيه مهنيه نفسيه اللي من شانها على اننا ما نفقدوش الريتم ديالنا، ما نفقدوش التوازن ديالنا تجاه حياتنا اليوميه. ايضا السلوك الغذائي ديالنا، احنا سنعرفوا على انه الموائد الرمضانيه ديالنا ليست بمائده عاديه غادي يمكن لنا نشوفوها في عشاء مغربي عادي او في غداء مغربي ديال العائله عاديه خارج رمضان. الموائد الرمضانيه ديالنا هي كرنفال ديال التغذيه، جميع الالوان، جميع المواد، هناك واحد الشراهه، هناك واحد الاستهلاك مفرط، الاطنان ديال النفايات، الاطنان ديال التغذيه اللي كتلاح في النفايات كتزاد بالاضعاف خلال شهر رمضان. نتمنى على الاقل هاد ثلاثه ديال السلوكات، السلوك الغذائي والسلوك ديال التبضع والسلوك ديال النوم، على انهم الناس يردوا معهم البال، لانهم بلا ما تنحسوا عاد تلقاو راسنا عندنا واحد المزاج مكهرب، عندنا واحد فقدان التركيز، عندنا واحد عدم المتعه بالاشياء اللي كنا كنستمتعوا بها اسبوع قبل، تلقاو راسنا دخلنا في واحد ما غاديش نقول مرض اكتئاب، ولكن واحد النوبه اكتئابيه، واللي تنبداو نهضروا مع السيد ونرجعوا للممارسات اليوميه ديالو عاد تلقاو بانه هذا السيد هذا ما بقاش عنده وقت ديال الناس، واحد السيد اللي غادي ياكل واحد الكميات هائله في الليل قبل ما ينعس، اللي غادي ياثر على الجوده ديال النعاس ديالو، وغادي تاثر على التركيز ديالو ملي غادي يفيق، على اليقظه ديالو، على مجموعه اشياء اللي حنا باقيين محتاجين لها. راه ماشي حيت كاين الحجر الصحي على اننا خصنا نردوا رمضان وهذه الفتره هذه على انها فتره عطله او فتره علف او فتره نوم. لا، كنظن الطريقه باش يمكن نحميو راسنا من القنطه، من الروتين، من النوبه الاكتئابيه، على اننا نزيدوا نتابعوا في الساعات اللي عندنا ديال العمل، الساعات اللي عندنا ديال المدرسه، الساعات اللي عندنا ديال النشاطات المشتركه مع وليداتنا في الدار او مع ازواجنا. لازم نحافظوا على واحد النظام معين، تكون واحد البرمجه، وناخذ غير واحد جوج دقائق بالليل نقول شنو غادي ندير غدا، نحط واحد البرنامج وان لم احترمه على الاقل يبقى عندي واحد التناسق في الافكار ديال اللي ما درتهاش اليوم راه غنعوضها غدا، ولكن ما نعيشوش ايامنا بطريقه عشوائيه كل نهار نشوف شنو كاين.